قبل سنوات من وجود فلاديمير بوتين وروسيا، كان هناك الاتحاد السوفيتي وميخائيل غورباتشوف، الرئيس المثير للجدل الذي سعى إلى إصلاح جذري لبلاده كما ساهم في إنهاء الحرب الباردة. بقي غورباتشوف في منصبه كرئيس 6 سنوات فقط، اتبع أثناءها سياسة البيرسترويكا التي كانت بنظر كثيرين سبباً في انهيار الاتحاد السوفيتي، إلى أن جاء الرئيس بوتين وعكس سياسة غورباتشوف. فما هي البيرسترويكا وكيف اختلفت بين عهدي الرئيسين؟ بعد وفاة غورباتشوف آخر رئيس للاتحاد السوفيتي عام 2022، قام خبراء بتحليل سياساته أثناء فترة حكمه، وجادل بعضهم بأن العديد منها تسبب في انهيار تاريخي للاقتصاد السوفيتي. ولكن ماذا كانت تعني البيرسترويكا في عهده؟ حين تولى غورباتشوف السلطة عام 1985، انفصل عن الماضي باعتناق حرية الصحافة وإنهاء حرب بلاده في أفغانستان والتخلي عن دول أوروبا الشرقية التي كانت تدور في الفلك الشيوعي لموسكو، كما وعد بلاده بمستقبل أكثر إشراقاً باتباعه سياسة البيرسترويكا، والتي تعني إعادة هيكلة المجتمع الروسي على أمل تنظيف الفوضى الداخلية، نشر الديمقراطية، وسد فجوة التكنولوجيا مع الغرب. لكنه اكتشف لاحقاً أن السبب الحقيقي للتفوق الغربي هو السماح بالتدفق الحر للأفكار والابتكار والتجديد، فقرر اتباع سياسة غلاسنوست أو الانفتاح، والسماح بمناقشة الموضوعات المحظورة سابقاً في الأدب ووسائل الإعلام والمجتمع بشكل عام. كان غورباتشوف يؤمن بالتكامل مع الغرب والعولمة لحل مشكلات العالم، فشارك في العديد من اتفاقيات الحد من التسلح مع الولايات المتحدة ودول أخرى، كما ساهم في إنهاء الحرب الباردة، وحصل على جائزة نوبل للسلام عام 1990. لكن يبدو أن الأوضاع في الداخل كانت مختلفة، ولم تسر إصلاحات غورباتشوف الاقتصادية كما كان يأمل، بل أدى تحرير الصناعات من سيطرة الدولة والسماح للمشاريع الخاصة بشكل عشوائي إلى حدوث نقص واسع في المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، فانتشر الفساد. وفي النهاية شعر الكثيرون في روسيا أن غورباتشوف تركهم بوعود محطمة وآمال زائفة. أما بالنسبة لبوتين، كان أكبر خطأ ارتكبه غورباتشوف هو انهيار الاتحاد السوفيتي، وأطلق عليه أعظم كارثة جيوسياسية في القرن. ولدى استلامه السلطة اتخذ بوتين خطا شديدا أدى إلى عكس شبه كامل لإصلاحات غورباتشوف، ففي حين دافع الأخير عن الحرية والانفتاح على الغرب، ركز بوتين على استعادة النظام والمطالبة بالولاء الكامل للدولة والتأكيد على القومية الروسية والمعتقدات الدينية والأسرية التقليدية. فهل تنجح بيرسترويكا بوتين بعد إخفاقها في عهد غورباتشوف؟ في كل يوم فيديو جديد، اشترك معنا لكي لا يفوتك شيء، ولا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء.